استشهد 7 مدنيين بعد سقوط قذائف أطلقها الحوثيون في اليمن على مدينة نجران جنوب السعودية. ذكر تقرير دولي إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والخسائر الاقتصادية في اليمن تجاوزت 14 مليار دولار. حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في حلب. قال وزير العدل التركي بكير بوزداج إنه سيتم الإفراج عن 38 ألف سجين في إطار برنامج إصلاحي. قتلت قوات الأمن الهندية 5 محتجين قبل ساعات من قتل مسلحين ل3 عسكريين هنود بكمين في كشمير. أعلنت كوريا الجنوبية عن انشقاق نائب سفير كوريا الشمالية في بريطانيا، وقالت أنه أصبح في سول مع أسرته. يكافح مئات من رجال الإطفاء حريقاً كبيراً في غابات جنوب كاليفورنيا أجبر 80 ألفاً من السكان على الهرب. قالت السلطات الماليزية إن ناقلة نفط تحمل 900 ألف لتر من وقود الديزل خطفت واقتيدت إلى إندونيسيا. ضبطت الشرطة الصينية خلال العام الحالي 30 مليار دولار في أنشطة مصرفية غير قانونية تشمل غسل أموال. سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات ثانية إلى محافظة أبين تتضمن مئات السلل الغذائية وخيام. غضب مسؤولو الفريق الإيراني لرفع الأثقال بعد فوز اللاعب الجورجي على الإيراني، متهمين حكماً عراقياً بتغيير النتيجة.